باسم احمد الرحيم، اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي على قناتكم قناه النادي الاهلي. والنهارده هيكون زي ما حضراتكم عارفين مباراه النادي الاهلي امام اتحاد المنستيري في اياب دور ال 32 بدوري ابطال افريقيا، واللي هتلعب ان شاء الله النهارده باذن الله باستاد الاهلي والسلام. وزي ما حضراتكم عارفين مباراه الذهاب كانت انتهت بفوز النادي الاهلي بهدف نظيف في الدقيقه الاخيره احرزه محمد عبد المنعم. طبعا هنتكلم عن حاجات كتير جدا النهارده، هنتكلم عن نقاط فنيه كتير، وهنتكلم عن اللي حصل الماتش اللي فات، وهنتكلم عن اسلوب وشخصيه المدير الفني مستر كولر. لكن الاستوديو الاخير خلينا نروح بعيد عن الماتش كده شويه، اتكلمت مع حضراتكم عن بعض اللي بيحصل بدايه كل سنه ضد النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. اتكلمت مع حضراتكم عن الصفحات المأجورة اللي بيديرها ناس ما بتشجعش النادي الاهلي ولا يمتوا للنادي الاهلي بصله، بس حاطين صور وشعارات النادي الاهلي وبتكتب اخبار واشاعات ضد الفريق وضد النادي وضد مجلس الاداره وضد لجنه التخطيط وضد رئيس النادي كابتن محمود الخطيب، كلها لا اساس لها من الصح. الغرض معروف، مين اللي بيعمل الصفحات ديت؟ عارفين مين اللي بيعمل الصفحات دي؟ الصفحات دي اتعملت بس لإثارة الفتنة بين الأهلوية دلوقتي، بين الأهلوية. تذكروا حضراتكم في بعض الأوقات كانت بتعمل ما بين الأهلوية وبين المنافسين، لكن المرة دي معمولة بين الأهلوية نفسهم، مرة بين الإدارة والجماهير، مرة بين اللعيبة والجماهير، مرة بين اللعيبة وبعضها، وكمان دلوقتي بين الإدارة واللعيبة. شائعات ليس لها أي أساس من الصح. وللأسف بنشوف في بعض البرامج بعض الإعلاميين المفروض إن هم المفروض أو المفترض إن هم على كفاءة عالية بينشروا هذه الشائعات على إنها إيه؟ أخبار وحقيقة. بعض الإعلاميين برضو عشان ما نظلمش كل الإعلاميين، بعض الإعلاميين ليهم غرض وليهم هدف من وراء نشر الموضوع ده، والغرض هو زي ما احنا عارفين إثارة البلبلة داخل النادي الأهلي. وبيأكد لحضراتكم انه تعمد ضد النادي الأهلي انك ما بتلاقيش الامور دي فعلا موجودة عند مين بقى؟ عند المنافسين. يعني الكلام ده بيحصل عند النادي الأهلي بس، انما تيجي عند المنافس او المنافسين مفيش كلام خالص، بالعكس كل حاجة تمام وكل الأمور كويسة وكل حاجة متظبطة وكل حاجة تمام التمام. لكن بعض الإعلاميين، أنا واحد ناس عارف إن شهرتهم بتيجي من الكلام ده، الكلام عن النادي الأهلي بس سواء صح أو غلط أو شائعات. شائعات إيه بقى؟ خليني بس أقف في الحتة بتاعت الشائعات دي عشان أنا عايز أتكلم عن حاجة معينة نفسي أتكلم فيها من فترة، يعني الأخلاق. للأسف في ناس كتير جدا 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 بتخرج عن النص، مفيش حد بيحاسب حد، يعني يغلط ويقول لك مثلا ايه اخبار غلط. خلينا نتكلم على الاعلاميين الاول، يغلط وما بيقولش اخبار غلط، هو بيقول ان الكلام ده حصل فعلا، الكلام ده حصل في النادي الاهلي، داخل النادي الاهلي، داخل جدران النادي الاهلي، داخل اوضه اللبس، والكلام ده مفيش منه حرف صح. البعض الآخر زي ما شفنا الفترة اللي فاتت بيتنمر على لعيبة النادي الأهلي، وهنا في القناة ما بنغلطش، ما بنتكلمش، ما بنقولش حاجة، ما حدش بيحاسب حد. طب أنا عايز أسأل حضراتكم حاجة، هو احنا من سنتين كانت الأمور إيه؟ شكلها إيه؟ كانت العملية هادية؟ وأصلا احنا طول عمرنا ما بنردش الإساءة بإساءة، عمرنا ما بنرد الإساءة بإساءة، لكن إحنا كأهلوية دايما رهنا على حاجة واحدة، على كنز النادي الأهلي، على جماهير النادي الأهلي ووعيهم، وده دايما اللي بيطمننا. ممكن بتبقى فيه قلة أحيانا بتنساق ورا هذه الصفحات، لكن بعد فترة بيعرفوا الحقيقة. إنما اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم هنا إن عمر النادي الأهلي ما بيسيء لحد،